خليني أقول لك برنامجه اليومي إيش كان؟ كان يصحى الصبح حوالي الساعة 7 صباحاً ويفطر الساعة 8 إلى آخره، يخلص من هذا، ينزل إذا كان في أحد من العائلة ولا أحد يعني يريد أن يقابله لغرض ملح ولا إلى آخره، قبل ما يروح للمكتب كان يقابلهم في البهو تحت في صالون صغير جنبه البيت. أنا بحكي لك عن بيت المعذر هنا في الرياض. البيوت الأخرى كان في هندسة مختلفة ومحل مقابلة وإلى آخره. ثم يتوجه إلى المكتب في الصباح، يبقى إلين الساعة 1 تقريبا بعد صلاة الظهر، ثم يعود للقصر لتناول الغذاء عام مع كل من يريد أن يتناول الغداء معه، موظفين، مفتوح، أسرة، مواطنين. أي أحد. ثم بعد الغداء يتوجه للبيت مرة ثانية، يطلع لغرفة نومه ويأخذ قيلولة ما تزيد عن نص ساعة، يكون جاء وقت صلاة العصر، يصلي صلاة العصر، ثم ينزل للبهو ويشوف إذا كان في أحد برضو يريد أن يقابله لظرف طارئ ولا ضروري، أيضا من الأسرة فقط. من الأسرة وغير الأسرة، يعني خارج أجندة المواعيد حقته الرسمية، وينجز هالعمل هذا، ثم يعود للمكتب العصرية بعد صلاة العصر ويبقى هناك إلين نص ساعة قبل صلاة المغرب، ثم يركب سيارته مع من يأتي من الأصدقاء والشخصيين اللي أغلبهم كانوا زملاء طفولة بالنسبة له، الله يرحمهم، فيصل بن سعد، فهد بن سعد، خالد بن عبد العزيز، الأمير سلطان إلى آخره. عاد إذا كانوا أكثر من ثلاثة يكونوا في أكثر من سيارة، لأنه هو يركب قدام جنب السواق وهم يركبوا وراء في المقعد اللي خلفه، ويظهروا من الرياض. الرياض كانت أصغر هذيك الأيام من الحين في البر، وفي تبة من التباب على حسب الموقع اللي يروح له، توقف السيارة ويفرش الزولية ويكون معاهم الشاهي والقهوة ويقعدوا هناك يصلوا المغرب. هذا يوميا كان؟ يوميا. ثم بعد ما يصلوا المغرب يرجع إلى القصر لوقت العشاء. العشاء كان عشاء عام يستقبل فيه أيضا أي أحد يحب يتفضل. قبل العشاء يكون جالس في الصالون ويأتوا الناس يسلموا عليه، إن كان من العائلة ولا من غير العائلة، أو إذا كان في ضيوف رسميين جايين برضو يجوا يجلسوا عنده إلى آخره. ثم يقوم للعشاء. لما يتعشى يكون جاء وقت صلاة العشاء، يخرج من صالون الاستقبال هذا ويتوجه إلى داخل البيت، يصلي صلاة العشاء في البيت، ثم يجلس في صالون داخلي يستقبل فيه نساء العائلة أو أي نساء يريدوا إذا كان عندهم مشاكل أنهم يعرضوها عليه، يلتقون فيه. وال على قول اللبنانيين، الناطور اللي يدخل النساء هذولا كانت أختي الكبيرة في ذلك الحين الله يرحمها، العنود بنت فيصل، هي اللي تستقبل النساء وتدخلهم في الصالون لين يجي هو، ثم يجلس معاهم لين يخلصوا. بعد ما يخلصوا يركب سيارته ويرجع للمكتب ثاني مرة بالمساء. في المساء، ويبقى في المكتب إلى الساعة 11 تقريبا. عاد أحيانا يكون في مقابلات رسمية، ضيوف رسميين يأتوا، أو ينجز بعض المعاملات إلى آخره، ثم يعود للبيت من هناك حوالي الساعة 11 ونصف في المساء. وهذا المجلس العائلي اللي نجتمع كلنا حوالينه
11:30 من 11:30 لين الساعة 1 تقريبا، وحينها تتم النقاشات والأخذ والعطاء والأصدقاء اللي يجوا وغيرها من رجال ونساء، مننا إحنا كأبناء وبنات، أحيانا عماني أحيانا عماتي يجوا، يعني مجلس عائلي مفتوح مختصر تتم فيه العلاقات العائلية. هذا الوقت يمكن خلينا نقول الوحيد اللي كنتوا تلتقون فيه بشكل أين يومي. أين هو كان حريص على وجودكم. الله الله. ثم من هناك يتوجه للنوم، وهكذا تواليةً.